بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، رفع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على الدعم الكبير اللامحدود لعمل السلطة التشريعية والمجلس النيابي، كما تقدم معالي بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء على توجيهاته الكريمة بالتعاون المثمر والفاعل مع المجلس النيابي وحثه المستمر والنهج الحكيم في اللقاءات المتواصلة والاجتماعات التنسيقية والمشاورات الوطنية لتعزيز التعاون المشترك وبمساندة سمو ولي العهد، معربا معالي رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلس الشورى، والشكر موصول إلى سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي كان خير معين وعون لدعم العمل البرلماني الحكومي المشترك، مشيدا معالي بجهود أعضاء المجلس النيابي في دعم العمل التشريعي والرقابي وفي دعم عمل الدبلوماسية البرلمانية من أجل مملكة البحرين وما زخر به الفصل التشريعي الرابع من عمل مضاعف في إقرار العديد من التشريعات الوطنية في مختلف المجالات.